Can I lose weight إذا عندي polycystic ovaries؟ هذا السؤال اللي أكثر شيء بيوصلني على البيج أو بالكلينيك. حبيت بهذا الفيديو مع منت بيزل إني جاوبكم على هذا السؤال وأشرح لكم إذا it's possible to lose weight إذا عندكم PCOS أي ولا لا. يبقى نعرف عن polycystic ovaries إنه it's a very normal condition، لدرجة إنه 50% من النساء بالعالم بيعانوا من هذه المشكلة. فإذا أنت عندك هذه المشكلة ما تحسي حالك أنه أنت you are unhealthy أو you are suffering alone. مثل ما حكينا أنه 50% of women suffer from polycystic ovaries. هلأ شو اللي بيخليه يصير عندنا نحن polycystic ovaries؟ في عالم genetically أكتر معرضة ليصير عندها هذا الكونديشن، بس مش يعني إذا نحن معرضين جينيا أو نحن عندنا استعداد جيني أنه يصير عندنا polycystic ovaries يعني نحن خلص ما فينا نعمل شيء to treat. بهذا الفيديو رح نحكي المين ايدياز او المين بوينتس عن الدايتري تريتمنت للبي سي او اس. سيمتومز هن الريجولر بيريودز او حتى البيريود ما بتجي على كذا شهر، اكني او صدر اكني، الزياده بالشعر وخصوصا بالمناطق اللي مش مفروض انه الصبايا يكون عندهم شعر فيها، وبالدنس او هر الشعر باعلى الراس. اللي بدنا نعرفه او شو اللي بيؤدي تيصير عندنا بي سي او اس، الومن with PCOS شافوا انه عندهم بيكون higher than normal insulin. الانسولين نحن بنعرف هو الهرمون اللي بيتحكم بالسكر بالدم، اللي هو اللي بيخلي او اللي بيوطي من معدل السكر بالدم، وبياخد هذا السكر وبيفوته على السلس. العالم اللي عندها PCOS او النساء اللي بتعاني من PCOS بيكون عندهم شيء اسمه insulin resistance، يعني الانسولين عم ينفرز من الجسم بس ما عم تقدر هذه الخلايا انها تتجاوب مع الانسولين او ما عم بيكون في شغل مزبوط للانسولين بالدم. فشو بيصير بهذه الحالة؟ كل ما عالي الانسولين بالدم كل ما صارت الاوفريز تفرز اندروجينز اكثر، اللي هو هرمون التستوستيرون اللي هو مسؤول عن كل هذه العوارض اللي نحن عم نشوفها بالبي سي او اس. شو الرول اوف دايت بالبي سي او اس تريتمنت؟ الستديز شافت انه كمان الهاي فات او الهاي فات برسنتجز بالجسم بتأدي تيصير في عنا انسولين ريزيستنس، فبالتالي كمان بتصير عنا نفس الميكانيزم من البوليسيستيك اوفريز. الرول اوف دايت هو قد ما فينا نحن نخفف من الريفايند كاربوهيدراتس او النشويات المكرره اللي موجوده بالحلويات، اللي موجوده بالمعجنات اللي معموله بطحين ابيض، اللي موجوده بالسكر، قد ما فينا نخففهم هودي. بس مثل ما عطول بقلكن ما في عنا good food and bad food حتى لما نكون نحن عم نعالج a medical condition. عطول moderation is a key، بس شو النصيحة الأفضل للنساء اللي بيعانوا من PCOS بالدايت أو شو الأشياء اللي مفروض نحن نخدها؟ أكيد ما في داعي نحن نلغي النشويات، وأكيد ما في داعي تنروح للكيتو دايت أو لللو كاربوهيدريت دايت. instead فينا نحن نختار الكومبلكس كاربس اللي مؤلفة أو اللي مصنوعة من حبوب كاملة، like نستبدل الرز العادي بالرز الأسمر، ندخل الكينوا، ندخل البرغل، ندخل الكومبلكس كاربس أو البينز اللي موجود، اللي الكومبلكس كاربس الموجودة بالبينز for example. نركز أكثر على اللين بروتين موجود بالسمك، باللحمة، بالدجاج، البلانت بيست بروتين مثل البينز، مثل الكينوا، مثل البازيلا والحبوب. نركز أكثر على الأنتي إنفلاماتوري فودز اللي موجودة مثلا بالتوميريك، موجودة بالجينجر، ندخل أكثر خضرة فواكه على أكلنا قد ما فينا نزيد من كمية الفايبر اللي بتكون موجودة بالدايت. هذا الشيء اللي بيساعدنا إنه نحن نخفف من الإنسولين ريزيستنس وبالتالي نخفف من الريكيرنس تبع البي سي او اس. The final advice وأهم advice بدي أعطيها إياها لحيالة صبية بتعاني من البي سي او اس إنه السبور is your friend. ومش حيالة سبور، عطول بنصحكم لما حدا بيعاني من insulin resistance أو من بي سي او اس إنه يزيد the strength training exercises على your lifestyle. السترينث تريننج رح تساعدنا ان نحن نخفف من معدل الانسولين، وكل ما خففنا من معدل الانسولين كل ما صلحنا الخلل اللي عم بيصير عندنا بالهرمونز. ف the take home message من هذا الفيديو reduce your refined carbohydrates, switch those carbohydrates to complex ones اللي هن موجودين بالحبوب، بالحبوب الكاملة، باستا سمرة، رز أسمر، بطاطا حلوة، بطاطا وتسكن، هودي من الأشياء اللي مفروض على طول نزيدها على أكلنا. خضرة وفواكه نزيدها بكميات كتير منيحة، ناخد lean protein
وندخل الانيمال سوري البلانت بيست بروتين ونعمل سبور اللي هو السترينث تريننج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وانا بشوفكم بفيديو ثاني.